خلينا نبدأ أول شيء بالسؤال ومنه بنطلع بالفكرة. السؤال بيحكي التالي: عندي array طولها 10^30,000، خلينا نفترض إنه حتى لو 10^5 بتشتغل، وكويريز من نوع i ل j ضمن range كم رقم أكبر من k. فالكويري شكلها i j k بيعطيني ضمن هذا الرينج كم رقم أكبر من كي. فكيف ممكن نحله؟ بس أكيد ما بقدر أعمل سيجمنت فيه لأنه الكي مش ثابتة. فأول شغلة يعني أكيد ما بقدر. سيجمنت فيه العادية بدها تكون كي ثابتة. يس، عشان هيك ما بقدر أعملها. ممكن أعمل سيجمنت تري عادية بس من كل رينج مع الاعصر مبطل وعمل عليهم اوفر باند. طيب شو كم واحد اكبر من كم رقم اكبر من كي ضمن رينج؟ انت مر عليك النبل. انا حليت هيك. طب ضروري يعني تقترح الافكار اللي انت بتعرفها، يعني احنا عم نقترح عم نعطي وقت للناس تفكر مشان شو؟ مشان تفكر تطلع بافكار. فهمتوا شو اللي حكاه ربيع؟ يس. طب كيف بدي اسوي هذا الشيء؟ زي الميرج سورت. يس، زي الميرج سورت. كيف؟ انه لما ببني سيجمنت تري، سيجمنت تري ما بتكون كل نود انتجر، بتكون فيكتور. فيكتور فيها عناصر كل اللي تحتي، كل الرينج، بس سورتد. فوانا ببني بتصيب لما اوصل للليفز بضيف الاليمنت نفسه، رح يكون فيكتور حجمه واحد، ولما اطلع بجمع الفيكتورز تماما مثل الميرج سورت. ولما بدي اجيب كويري لما اوصل لرينج كله جوا الرينج تبعي بعمل ابر باوند بجيب كم اليمنت اكبر منه. تمام. طيب نكتب الكود. شو هذا I تساوي AX or last answer؟ هو سؤال غريب، يعني بيعطيك الرينجز بطريقة عجيبة، بيعطيك A و B و C، بيحكي لك احسب الرينج و K. Last answer هو آخر جواب آخر query. هو أول query شو last answer؟ بيكون زيرو، بيحكي لك the first query it's zero. يعني عادي افترض انه بعطيك اي جي كي، هي بس معادلة بتطبقها بتطلع معك اي جي كي. تمام؟ سبوت مرات غريب. سبوت غريب جدا. ايش رايك تكب الخط بس شوي يعني؟ هيك كويس؟ تمام. انت عم تصور الشاشة؟ لا نسيت شاشة. انتو هيك شايفين؟ هذا الحجم؟ يس. خلينا نصور الشاشة. طيب السؤال شو بيعطيني؟ N و Q. لا N و Elements و Q Queries. السيجمنت تري ما
ما راح تكون انتجر، راح تكون فيكتور. مش بطيئة هيك هي. كم من كومبلكس راح تكون لها؟ خلينا نكتب الكود بعدين نحله. اوكي. بس انسى الكومبلكس الفيكتور بشكل عام بطيء هو. طيب. يعني مش المفروض تجيب بطيء لي؟ لا مش بالبطء اللي انت متخيله. يعني لو كان مثلا 1E5 عادي عادي، انت لو تحل السؤال كله بدل الاري في فيكتورز نفس الشيء تقريبا. شفت الفيكتور بالبوش باك والبوب باك؟ يا عشان هيك بس هلا بشوف احنا شو راح نسوي. يعني هيك الكومبلكسيتي نفسها تقريبا بتجي، يعني بتفرق معك لما يكون الانيمت على الجد. كيف؟ فبالبيست كيس سيجمنت ليف راح نضيف عليها سيجمنت بي، راح نضيف على هاي النود الاليمنت نفسه. هلا انا عندي 2 children كل واحدة لها فيكتور، كيف بدي ادمجهم؟ هلا افضل طريقة انه تكون O of N الدمج بيناتهم. كيف ممكن نساوي هذا الشيء؟ زي الميرج سورت، انه بمشي على 2 فيكتورز بشوف مين اصغر من الثاني باخذ element وبمشي. في هي الطريقة، وفينا انه نعمل فيكتور جديد نضيف الفيكتورين ورا بعض ونعمل لها سورت، بس رح يكون ابطا، يكون ان لوج ان مش ان. هي شو الطريقه الثانيه؟ هي كالتالي. بس عملت ايش زي عشان تفرص دخلت يعني حسب السؤال شو اللي بتحله. يعني هلا هذا السؤال جربت حل سورت اشتغل عادي، بس هي بتصير ان لوج تربيع، هي اصلا كم كومبلكستي؟ ان لوج ان حتى مع الفيكتور صح؟ بناء السيجمنت؟ build هو n بالوضع الطبيعي، بس مع هاي الحركة بصير n log n. ليش؟ لأنه كل element بضيفه على فرع كامل صح؟ يعني بضيفه على الليف، بضيفه على parent الليف parent تبعه حتى أوصل للروت، فمعناها كم مرة بينضاف؟ log مرة بهايت التري. كل element لأنه موجود بلوج من الرينجز هيك سيجمنت تري. فالفكرة كالتالي، سيجمنت البي نعملها ريسايز ل سيجمنت البي دائما افضل للفيكتور انك تعمل له ريسايز بعدين تهبي من انك تعمل بوش باك كل مره، لانه ممكن ياخذها، لانه هو بيحجز مكان مبدئي بيعبي فيه، بس يتعبى بيحجز مكان اكبر بيعمل ري الوكيشن بيعمل كوبي، فبيصير البوش باك نوعا ما ان لوج ان كتوتال. لما تعمل ان بوش باك يكون كومبلكستي هذا الشيء مش n، يكون n log n، لأنه كل ما توصل للليمت بيتضاعف حجم الفيكتور. اوكي انت بتعمل اما الريسايز بالميموري، انت هيك عم تحجز بالميموري او اوف 1 ماشي. طيب الكوبي بتعمل ري الوكيشن، فبتعمل كوبي للثلاثة. طيب بس تعملها كوبي كم مرة؟ log مرة. فانت لو كان عندك 2 elements اوكي وعملت push back بيحجز مكان 4 وبينسخ ال 2 elements
صاروا وبيضيف الإلمنت. لو ضفت إلمنت صاروا أربعة. ضفت إلمنت بيحجز ثمانية بينسخ الأربعة وبيصير حجمها ثمانية. فهذا لوج يعمل كوبي لوج. البند أنلوج أم عشان السورت؟ آه لا مش عشان السورت. يعني هذا زي الميرج سورت بيشتغل صح. ليش كانت N؟ ليش كانت البيلد كومبلكستي لها N؟ عشان بس أجمع الجزئين اللي تحت يكون O of 1. آه لأنه عدد النود في السيجمنت تري 2N. وبالتالي أنا بوصل بس للنود نفسهم. فالكومبلكستي لعدد النود. يعني ببدأ من النود الروت ببدأ بفرع بس بوصل للنود ما بسوي إشي زيادة. فالكومبلكستي بعدد النود. بس هون أنا بساوي إشي ثاني مختلف. يعني بساوي إشي إضافي. اللي هو اللي هو إنه ما بشتغل أو فون. يعني في عندي نود نفسها مش حجمها واحد. يعني أنا كنت بخزن إنتجر بالنود الواحدة. عدد النود هو الكومبلكستي نفسها. إنه هي اللي بمشي فيها. بس هلا النود الوحده ما بمشي فيها واحد. كومبلكسيتي لل ريكيرسيف كول مش او اوف 1 دائما. هي بتكون عدد حجم التو فيكتورز اللي تحت صح؟ تماما. طيب معناته انت الميع لا هسا ام البلد ك البلد بس باخذ ام صح؟ ان تربيع لو حجم مش ان تربيع لا مجموع اللي تحتي مش ضرب تمام بس الروح كيف مجموع اللي تحته؟ طيب لما اثنين حيكون نص ان نص ان تقريبا اه انا اثنين وانا اثنين فمجموعهم كم؟ ان هاي النود وحده ان طيب النود اللي تحت النود اللي على اليمين رح تكون ان على اربعه وان على اربعه واللي على اليسار رح تكون ان على اربعه وان على اربعه بس هذول لو جمعت مجموعهم كم؟ ان تمام فانت كل ليفل عم تمشي ان كم ليفل عندك؟ لوك ليفل فانت عندك لوك ليفل كل ليفل تمشي ان كتوتال لو تحسبه كله فبصير كومبلكستي ان لوك ان ارجع للميرج سورت راجع الالجوريثم بس هسه انا بالسيجمنت تري العاديه تبعتنا اول شيء كل ليفل كم بمشي فيه كل ليفل بمشي فيه في عدد النودز نفسهم على اول ليفل بيكون واحد ثاني اثنين اربعة ستة ثمانية حتى يوصل لان هاي ستة ليش ستة كيف؟ ليش اربعة ستة ثمانية؟ اربعة ثمانية اربعة ستة ثمانية اه واحد اثنين اربعة ثمانية ستة عشر power of two yeah. حتى يصير ان فاذا اخر ليفل حجمه ان وش اللي عددهم ان؟ داخل ليفل حجمه n فكم مجموع كل شيء قبله n ناقص 1 n ناقص 1 شيك باورز اوف 2 مجموع الباورز اوف 2 يساوي الباور اللي بعده ناقص 1 فعشان هيك بيطلع 2n فهون عملت ريسايز للفيكتور نعرف I و J okay. I بيمشي على الفيكتور اللي ضمن هاي النوت J بيمشي على left vector و K بيمشي على right vector if الelement اللي بالleft أصغر من element بالرايت بشكل بعمل merge the two sorted arrays إذا كان اللي بالleft أصغر من اللي بالرايت فبضيفه على الفيكتور تبعي إذا كانت J مثلا طلعت عن حجم الفيكتور على الرايت آه عشان هيك بنحط if statement segment في object style
J أصغر من segment segmented size and K أصغر من segment segmented dot size. بس كم J؟ اوكي فإذا لسه عندي element بالleft ولسه عندي element بالright والelement اللي بالleft أصغر من الelement اللي بالright خذ هذا الelement ومشي ال i وال j لا واحد ماشي كيف نفسه هلا نفس الشيء بس اذا كان العكس اذا كان الرايت اصغر خلينا هي نحطها بالواي انه اذا لسه في عندي element بالتو فيكتورز اذا كان left اصغر else راح يكون اكبر صح فبدي اخذ اللي بالرايت ومشي الرايت صح هيك؟ اذا لسه عندي element اذا الليفت اصغر من الرايت خذ من الليفت والا خذ من الرايت هلا بس يطلع ممكن يكون الراي خلصت قبل الثانية لسه في عندي element زايدين فالواي جاي اصغر إذا لسه عندي elements بالأول هو مستحيل اثنيناتهم يكونوا لسه فيهم elements فيا واحدة فيها element والثانية لا يا العكس فخذ منها هدول two while loops واحدة بس اللي راح تشتغل منهم مستحيل الثنتين يشتغلوا اوكي بس الطريقه الاسهل جي سورت جي سورت صح جي سورت كم عرفت حجم السيجمنت الريس كم ايش الريس بس السيجمنت العاديين كان زي هيك برضه في عندك الريس سيجمنت حجمها 4 ضربان صح كانت انتجر تمام كانت انتجر وانا ببني فيها كل element اعرف شو قيمته كان هو F1 صح؟ هسه هون كل element اعرف شو قيمته تعب الفيكتور تبعه اللي هو O of مجموع الفيكتورز بتاعته صح؟ اوكي تمام هسه انا بالاول كان عندي N element او 2N nodes صح؟ كل nodes فيهم كانت O of 1 كنا نحكي complexity O of 2M هي O of M اوكي هسا هون كل element اللي هم عندي N elements أو 2N elements كل element فيهم O of اللي ممكن توصل M بس انت لما يكون المجموعة اللي تحتك variable مش ثابت يعني انت مرة بيكون المجموع اللي تحتك n مرة بيكون n على 2 مرة بيكون n على 4 بس بشكل عام مش بيطلع يعني ما بيطلعش انتر فيها بس يعني ال O of نفس ال O بيطلع مش انتر فيها لا انت ما هيك بتحسب أول ريكيرجن كول رح يكون من 0 ل 7 صح؟ رح أقسمهم من
0 ل 3 من 4 ل 7 0 ل 3 يكون 0 1 2 3 0 1 الأعداد اللي بدي يدمجهم هاي حجمها واحد واحد كم رح ياخذ وقت هاد حتى يدمجه؟ اثنين صح؟ هاد نفس الاشي ثلاثة اثنين واحد واحد كم رح ياخذ وقت؟ اثنين كم رح ياخذ وقت؟ أربعة تاخذ واحد 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 كم بدهم مو؟ اثنين كم بدها؟ اثنين أربعة وأربعة ثمانية تمام؟ هلا كم complexity كلها رح تكون؟ ثمانية بالضبط هذا الشيء ما بيطلع معك من معادلة جاهزة لا بس سؤال يعني بدك تحسبها رياضيا بدها يعني بدها تطلع معك معادلة ريكيرسيف وبتحلها. بس هون سي 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8 هلا انت لو تطلع عليها بطريقة ثانية يعني ممكن انت تكتبها تي اوف ان يساوي 2 تي اوف ان 2 تحلها رياضيا رح تطلع معك انه هي ان لوج ان بس الطريقة الأسهل اللي بدك تطلع عليها انه انا بهذا الليفل عندي 8 iterations هذا الليفل عندي 2 نوت كل واحدة 4 فمجموعهم كمان 8 هذا الليفل عندي 4 نوت ولكن كل واحدة 2 فكمان 8 iterations نفس الشيء هون 8 نوت كل واحدة 1 iteration فأنا كل نوت عدد iterations بينزل للنص بس عددهم بيتضاعف فعدد iterations بيضل نفسه فكم ليفل عندي؟ دوج الطول اللي هو هون كم؟ 4 يعني هو بلس 1 بس انه لوج يعني فلوج ضرب ان بيطلع الكونتكستي يعني هذا الحكي نفسه بالميرج سورت وبالسيجمنت تري من هذا الشكل نفس الطريقه نفس المبدا بيشتغل فانت ما فيك تطلع تحكي كل وحده ممكن توصل لان وهم عددهم ان فهي ان تربيع لو بدنا نحسب الميموري راح نقول لوج ان ضرب ان ضرب 32 لو بدك تحسب ايش؟ ميموري لا الميموري بعدد الاليمنت كم عدد الاليمنت؟ لكل الفيكتورز لكل الفيكتورز كل ليفل فيكتورز كل اليمنت فيهم اي كل ليفل فيه ان اليمنت ان اليمنت طيب وعندك لوج ليفل فعندك ان لوج ان اليمنت كتوتال ضرب حجم المتغير اللي هو انتجر لونج لونج ايش زي هيك لو انا اشوفهم بالبيت طيب احنا يعني ما بنحسب بيت تو بايت يعني احنا بنحسب كم element يعني ممكن يكون انتجر ممكن لونج ممكن string فكرت ضرب 32 يعني ما فهمت عليك طيب واضحة؟ قال لي الكويريز بعطيني اياهم على شكل A B C بدي احسب منهم I J K قال لي المعادلة فيها last answer تكون بالبداية صفر
I هي A XOR last answer, J هي B XOR last answer, K هي C XOR last answer. يعني مو هيك عطاني المعادلات. I A XOR last answer, J B XOR last answer, K C XOR last answer. شو الجواب؟ get 1 0 and minus 1 i j k. بس هون i والj بيكونوا 1 based. لازم اصلا مش لازم تعدل عليها. لازم تعدل معكين في لازم تنصر. لا هو بيحكي لي الاي اصغر من جي زي المرة الماضية. انت ما كنت المرة الماضية صح؟ والله بق خطير بعد نص ساعة ال او ار. هو اصلا نسميهم ال او ار، انت بتفترض انه ال يعني ليفت و ار يعني رايت. سو بحكي لك سؤال between ال and ار، ما بحكي لك بين ال اصغر تساوي ار. طيب الجيت، الجيت رح يرجع لي عدد elements فهو integer. طيب إذا كنا برا ال برا ال segment، إذا R أصغر من A أو N أكبر من B فما في elements فريتون زيرو. طيب لو جوا ال range فأنا بدي أجيب شو ال elements جوا هذا الفيكتور اللي أكبر من K، كيف نسوي هذا الشيء؟ طارح الـ end ناقص الـ upper bound فما في داعي له ناقص الـ begin. الـ end ناقص الـ upper bound رح تجيب لي كم element أكبر من V؟ الـ upper bound ترجع iterator كانت الـ end نفس الـ size ترجع integer. لو طرحت الانت من البيجين رح تنسى. اذا بدي احط هون السايز فبدي اطرح منها upper bound ناقص البيجين، يعني باخذ الكومبلمنت للسايز. بس انا اصلا طرحت الانت من element اول element اكبر من b رح يعطيني عدد الاليمنتس اللي اكبر من b. بس ممكن الـ upper bound ترجع شيء أكبر من end. لا أسوأ شيء ما ترجع end. هو أصلاً الـ end هو iterator بعد آخر element. بعرف بس مش عارف مين مرة حكى إنه ممكن ترجع iterator بعد الـ end. هو أصلاً إذا رجعت end معناها الـ element مش موجود. أو الـ upper bound إذا رجعت vector.end معناها هاي ما الاليمنت مش موجود او موجود اخر اليمنت، يعني هو اكبر اليمنت موجود. طيب return get
شيء مش واضح؟ ما له صدمة. فهون كانت الفكرة إنه ما أستخدم integer كelement في السيجما تري، استخدمت فيكتور. كان استخدم set، كان استخدم map. set ما بتزبط السؤال هذا. حسب شو المطلوب. ممكن ملتي set تزبط. ممكن، يعني حسب أنا شو بدي بالسؤال. يعني هذا سؤال فيكتور بيكفيني. فخلص استخدمت فيكتور. حس ال الأبر باوند واللور باوند اللي موجودات في السيت هم بياخذوا اللي بعينكم عن نفس الموضوع نفس ما كان كيف؟ الأبر باوند واللور باوند الموجودات في السيت بياخذوا نفس السرعة اللي احنا بنركبها على الفترة عالية. أعتقد نقطة عندك فكرة إياد؟ اللوج الكومبلكسيتي لوج ولكن كونستانت تختلف عشان السيت كل ما لو باوند لو باوند. عندك فكرة؟ مش عارف بس هم مبنيين في ABL في مفروضين مفروض لوج عادية يعني انت تنزل في تري بس يعني انت تري وقالت تنزل في لوج بس الماب مثلاً أبطأ من السيت صح؟ ولا بالعكس؟ في كونستانتس يعني احنا ما بنعرفها